إثراء للمشهد الثقافي بولاية بشار، احتضنت المكتبة الولائية منتدى الكتاب الذي يحتفي بمؤلفي ولاية بشار وما أبدعته أقلامهم من مؤلفات. هذا العدد من المنتدى استضاف الناقد الروائي عبد الحفيظ بن جلولي الذي قدم قراءة لكتاب تجليات النصوص في التحليل النقدي للأستاذ الدكتور محمد تحريشي الأستاذ بجامعة بشار، الذي اشترك في هذا الكتاب مع الكاتبة العراقية الدكتورة رائدة العامري. هذا اللقاء حضره مجموعة من الروائيين والأدباء من ولاية بشار ومدير الثقافة للولاية ومجموعة من الطلبة المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي. جلسة اليوم كانت حول كتاب هذا تجليات النصوص في التحليل النقدي، وهو كتاب من تأليف مشترك بيني وبين الأستاذة الدكتورة رائدة العامري، وقد قدم الكاتب الناقد عبد الحفيظ بن جلولي قراءة لهذا الكتاب، وهي قراءة حاولت أن تستكشف الأدوات الإجرائية والقيم الجمالية والفنية لهذا الكتاب. تعودنا على أن نلتقي في هذا المكان من أجل جلسات مرة كل أسبوعين نتناول كاتب وكتاب بحسب وجود الكتاب المحليين. فيما يخص الدول تاع اليوم، احنا في حقيقه هذا الحال احنا متعطشين لهذا النوع من الندوات. طلبنا مرارا وتكرارا باش نكون عندنا لقاءات هكذا مع 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 الجمهور، مع الكتاب، مع المبدعين، مع الاخر، والحمد لله راه ترسخت. فيما يخص اعمالي، راني حاليا في ناشر ست روايات منشوره كلها في فرنسا. على كل حال ما عنديش الجزائر، باسكو الجزائر احنا على بالنا المشاكل اللي وقعت في قضيه النشر في الجزائر، دونك منشوره كامله في 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 فرنسا. فيما يخص الجائزه هذاك الروايه الرابعه، الكتاب الرابع اللي دا جائزه، الجزائر الدوليه الفرنكوفونية، كانت شاركت فيها 29 دوله، وكانت شارك فيها 366 كتاب. منتدى الكتاب هو تظاهرة ثقافية فنية ما دارت إليها وزارة الثقافة والفنون من أجل محاولة ترسيخ ثقافة الكتاب وثقافة المقروئية لدى الشباب خصوصا، ومن أجل محاولة التفاعل بين الأجيال وما بين الكتاب والأدباء المعروفين سواء على المنطقة في منطقة بشار أو على مستوى الوطن. وفي ختام هذا اللقاء تم تكريم الأستاذ الدكتور تحريشي محمد نظير ما قدمه للساحة الثقافية وتأليفه للعديد من الكتب في النقد الأدبي. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الكتاب يعد فضاء رحبا يرمي لإخراج الكتب من الرفوف والتعريف بها، وهو ملتقى للفاعلين الثقافيين يعد بلقاءات جديدة مع كتب وكتاب آخرين في الأيام القادمة.